الأسواق مسكرة، نشوفك يدك على خدك وحاير، قلت لي ما لقيت بها وين؟ شو معنى؟ خويا خويا أنا راني ملتزم، سكرت على روحي. جماعة البنك نتعامل معاهم قالوا لي اجري، يا سيد راه عندك شيكات رجعي. قلت لهم كيفاش مسكرين؟ وإحنا اليوم كوفر فو. ما لقيت حتى حل، جيت لهنا خويا للسوق باش ندبر راسي خويا نخلص روحي. والله لا نزيد أكثر منك. الشيكات والمعاملات البنكية أخي مش متوقفة في الحجر الصحي الشامل. إجا معايا، تونا جبت لك إكستري في الروش. والله في الروش. قالوا لي عندك مهلة سينو يرجعوا لك الشيكات. وبرا شي فض. أنت علاش هكا يا رسول الله؟ يا خويا كي عامل أنت كوفر فيو عامل بارتو يا خويا. سكر على الناس الكل. يا خويا حل لنا باب الرزق خويا خلينا نخلص روحي. يا احنا نستنوا في الايام هذوما العشر ايام الاخرى نتاع رمضان نسلكوا رواحنا ونمشوا على رواح. يعني جاء الحجر الصحي وانت باب الحبس تحل عليك. والله يا خويا صرت علي عمناو. والله غير ولاد الحلال وقفوا لي. والله والله لا قارب لهنا في السوق هما اللي وقفوا لي لهنا. والله عندي الواد لهنا والله العظيم الا كورونا مره فاتت ضرب شهر. افهم انت شهر ومصاريف. شهر حبسه؟ لا شهر مريض، شهر مريض على الفرش. نجري على عائلة بو صغير المدام تخدم مش لاحق. باهي ايش تحبني نعمل اخويا لهنا؟ ايش اخويا حط روحك في بلاستي اخويا قول لي ايش نعمل ترى. اخويا تشوف الحالة كيفاش؟ احوانتك تشوف فيها مسكرة، تشوف فيها كيفاه صغار، كيفاه تشوف فيها نساء، كيفاه ضايعة. فهمني ما عرفناش ايش باش نعملوا احنا في البلاد. فهمني توا المزمر واخذ سلعة ب 50 60 مليون جوايه مطيشة مسكين باش يعمل 50 60 مليون جوايه واخوها. فهمني الناس باش تبيع في ديارها. البارح واحد باش يبيع في داره باش يخلص شيكاته. انت عليه يا رسول الله؟ انت هو كي يحب يعمل حاجه كيما هكا يجي قدام جمعه 10 ايام 8 ايام يقول يا عباد ربي رانا باش نسكروا. خلي معناها المره اللي فاتت عملوا يسكروا اليمين ويحلوا اليسار. باهي طلعت اما تو سكر عليها جبنا المرض جابوا في نهار واحد لتونس لمنا الكل وحطنا نهار لحد تونس كامله لقيت تلقاها لهنا سيدي حسين حتى ضم المروج الكل هتلمت لهنا. قول له المان نوصل له ميساج نقول له المرض جبتوا لنا نهار لحد نهار سيبت فيه البلاد وقلت لنا غدوه باش تسكر هذيك هي. يا ريت خويا فهمك حاجه، يا ريت الدوله هذه ما عادش عندها لا هيبه لا عاد عندها قيمه ولا عاد عندها قدر. ما دام دولة تاخذ ثلاثة قرارات في الجمعة وما يمشي منهم حتى قرار صحيح، ظلموا العباد، ظلموا المواطنين، ظلموا الشعب، عباد زويولة، عباد مزمرة ما عندها هذا أغزر. فماش واحد فرحان، طلع لي واحد يضحك يبتسم. المزمر فيها موسيات، المزمر فيها ما يخمم كيفاش يخلص كريه. ما فما حتى حد، الكلها موسيات يعلم بها كان ربي، هما لاباس عليه. المرشي السندرة علاش مسكر؟ المرشي نتاع الخضرة هذا علاش مسكر؟ البطاطا فيها الكورونا والبصل فيها الكورونا، مانيش باش ناكلوا نحنا. هو فريجيدارو معبي ولا كل ليله في الموفان بيك يتعشى ب 200 وب 300 مليون ويتعشى مع البال والجمله على باله بالعباد الزويوله هذيا. شكون طلع هو المشيشي وجماعه نواب الشعب؟ شكون طلعهم جهه نواب الشعب؟ يحكوا نهار كل يكذبوا باسم التوانسه التونسي. اسمعونا يا توانسه، اسمعونا يا مواطنين. هما ياخذوا في مصالح بعضهم، ياخذوا في شركات بعضهم، يعدوا في قوانين بعضهم باش اللي عنده شركه نتاع ما نعرف شنو يعديها، واللي عنده فلوس خويا لهنا راكده يحب يعديها لسويسرا يعديها لبلاصه اخرى لبرا يعديها من غير حد شيء. والزوالي ماكل على راس العبيد ما عيدتش. انت كي تاخذ قرار تجي نهار الجمعه وتاخذ قرار ولا نهار السبت وتاخذ قرار. انا يعني خويا هاني نخدم لهنا، نخدم في الخربه انا لهنا، وعندي خويا نصبه صغيره، نصبه ثلاثه نصبه زوز مترو نتاع دبش. العبيد الزويوله تشوفها هذه كلها اولادها اللي عمره 20 واللي عمره 22 بعيد جاي من دار مخلي 500 كيلومتر ما غادي لهنا على شنو؟ جاي شايل في البلاد ولا في نظافه ولا جاي يحوس فيها؟ العبيد هذه لهنا جاي اخويا جاي باش يخدم. كل واحد فيهم عنده عائله، واللي عنده صغار واللي عنده بومريت واللي عنده عبيد معاقين واللي عنده كذا بعد على دارهم 500 كيلومتر خويا باش يجي يتعب ويشقل هنا. تجي نهار الجمعه تسكروا هيك تسكر نهار الجمعه، شنو نهار الجمعه شنو نهار السبت وشنو نهار الاحد؟ يا خويا يا مشيشي بالبونتو فيك انا حلينا، بالبونتو فيك انا نخدمه، بالبونتو فيك انا موجودين، بالبونتو فيك انا منحي البافيت. اعمل انت اللي تحب عليه واحنا نعمل اللي نحب عليه. في الاخر انت بقيمتك رئيس حكومه وما نعرف شنية وعمل فيها هاي لمين، في الاخر الشعب هذا الكلمه للشعب والقرار قرار الشعب والاخر كلمه والدوله دوله الشعب مش دولته هو. راهو كي يقلق وما عادش عنده حتى شيء راهو يمشي يا اخو يا اخو يعمل ما نعرفش انا ريزيرفاسيون في فرنسا ولا في امريكا ولا في كذا ويمشي لاي بلاصه اخرى. العباد هذه ما عندها حتى حد.
العباد هذه شوف يا عباد يا شعب يا مواطنين يا دولة يا سيبونا نخدموا على رواحنا يا سيبونا نخدموا على رواحنا ما عندكم حتى حل راه باش نخدموا بالسياسة ولا باش نخدموا بالقوة ما فيها حتى شيء هما ياخذوا خويا في شهريات وراق دين وكراهب خويا مزود خالص بونويت خالصة شهريات كراهم خالص وإحنا يعلم بينا كالربي كيفاش أنا واحد من الناس تو ندور عندي ساعة كاملة ندور نلوج على قضية ما لقيتهاش عندي ساعة كاملة ندور أنا نورمون نروح لصفاقس خويا ما لقيتش فيش نروح كان نحكي لك حكاية مخك باش يقف أنت في البلاد هذيا تعرف البلاد هذيا كان يحطوني أنا أني مواطن بسيط نحكم فيها ما تنجح الحق كيفاش انا نجي بين عشية وضحاها ونسكر البلاد نخلي العباد هكا تسخف جي يجيبوا في البقر الجيفة غاديك يبيعوا فيه بثلاثين الف الريحة توصلنا غاديك متعدي العباد هربت من الريحة علاش هذا كله حانوت محلول ومرشي غاديك مسكر والحانوت بجنبه محلول علاش تو انا هبطت باش نقص انا مروحك وتو هذه حكومة تو برسمك تو تحكيلي جايب لي حاطي ثلاثة بوليسية تو غاديكا باش يدخل بالكمامة الباب فل وباب فل مسكر وسكر لي مرش سنترال مرش سنترال قبل بساعة تدخل شي تحكم على العباد العباد مبلعة بسلاحها ها يا رسول الله وهو ماشي يصفر عليه وين ماشي ها ماخو ريت هذيا ماخذها متاع لي برجوا القرارات اللي ماخذها هذيا متاع ناس برجوا بالتليفون كل شيء جاه للدار والعباد المساكن تشوف فيها بقفيفها كلها تخزر لبعض ها معقول هذا معقول يا رسول الله عليه شو تعمل عيد عندك يا ودي انا تعمل عيد يا ودي انا تعرف ما في بالي يعني قاعد تو ندور هكاك ما ابو ما في بالي بحد شيء هذا عيد هذا بالله شوف شي واحد يضحك اغلبيه العباد وجوها صفر منيش يا اخوي ما الهم اخوي اللي حطونا فيه الله يعطيهم هم على روس عليه يا رسول الله عليه اش عملنا تعرف من الصباح وانا ندور من الصباح وانا ندور كعبة خضرة ما لقيت شيء يا راجل ما لقيت شيء تو برا مشي اسمت المحمصة واسمت الواحد وروح ها اسمت المحمصة وكل ورقد على روح وعبيد بكره هبا شيخ ومتفتخة بالتليفون هذا اللي يكلموه قرارات هذوما اللي خذوهم الكلهم سياسيين بامتياز يحبوا يغرقوا البلاد أكثر ما هي غارقة فهمني ويحبوا يعملوا مشكلة بين الحاكم والشعب خاطر هذه قرارات باينه بتحبي يكسروا البلاد من يائها الى بائها وهي تجي مكسره فهمني يعني اوتوماتيكمون هي نكته نتاع الفيسبوكين والروايق يقول مارس سنترال اللي اربع خطوات على بايحي على المغازان جنرال فيها الكورونا وش اسمه فيهش ومارس البحري ما فيهش مساكن يخذوا السلعه الكل يعني باينه قرار اللي خذا القرار بالعاني باش يكسر تونس اكثر ما هي مكسره ومدقدقه.